لا كاين. ما فيش بقى. بص البنك مين؟ ما انا هاجي لسيادتك. البنك المركزي كان زمان بيدعم الجنيه المصري، وده كان يعني كان في وقته كان عشان عدم ارتفاع الاسعار، بس كان غلط، لان انت كنت بتدعم الراجل اللي بيستورد، بتدعم البضاعه اللي جايه من بره، لان انت السعر العادل مش هو ده السعر الخاص بالدولار. نعم. فالنهارده سعر الدولار البنك المركزي لا يتدخل نهائيا، ده وصندوق النقد الدولي متابع، اللي بيتحكم في سعر الدولار هم البنوك، وطبقا لآليات العرض والطلب. نعم. لازم تبقى مطمن كدولة وكبنوك ان احنا مصادرنا عمالة تزيد. كل ما مصادرك هتزيد بالعملة الأجنبية معناها ان الدولار لابد انه هينخفض، ده ما فيهاش نقاش. والدولار لو سيادتك تتذكر كان وصل ل 19 جنيه و 20 جنيه، والناس قالت هيروح 25 وهيروح 30، وقلنا الكلام ده مش هيحدث ما دام في اقتصاد وفي قرارات جريئة وبتتخذ، الدنيا هتتحسن. وفعلا الدنيا تحسنت. الدولار النهارده بيتراوح بين 17 جنيه 65 17 جنيه 75 بيع وشراء. بس انا طالما عندي الدولار متوفر الحمد لله، والاحتياطي بسم الله ما شاء الله، وكل ده، وحضرتك بتكلمنا على دولارات بتدخل كل يوم في الجهاز المصرفي، تمام. طب ايه اللي مخلي الدولار ثابت عند هذه الارقام؟ لا هو ثابت، هو 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 ما هو نزل من 19 جنيه وصل لغايه 17 جنيه و70. لو التدفقات استمرت، يعني السياحه، خلينا نقول ايه السياحه، كانت في 2014 كانت 3.5 مليون مليار دولار، قبل الثوره كانت وصلت ل 11 مليار دولار. حاليا الحمد لله في تحسن. تقريبا على 2010 قبل 2010 كانت وصلت 11 مليار دولار. فانت النهارده وصلت في 2014 3.5، دي كانت نقطه يعني كان اسوأ سنه 2016. و2017 السياحه تحسنت، وصلنا ل 6.7 من 10 مليار دولار. هل دي معناها انه احنا وصلنا للمعدل الطبيعي؟ لا، انما في تحسن وفي تدفقات بتحسن. لما نصل للمعدلات ثق تماما ان العمله الاجنبيه الدولار هينخفض. عندك الاف دي اي وهو الاستثمارات الايه الجايه من الخارج، سجلت 7.9 مليار دولار بعد ما كانت 4.2 من 10 مليار دولار كان على السنه دي، على سنه 2017 مقابل 9 مليار دولار. لا 7.9 من 10 7.9 من 10 مقابل 4.2 من 10. يبقى هناك تحسن ومتوقع بعد قانون الاستثمار اللي تم اعتماده في البرلمان وتوافق عليه، واللائحه التنفيذيه بتنتهي. كل دي قرارات هتشجع المستثمر انه يجي، المستثمر المحلي قبل الخارجي. كل ده بيدي طمانينه في البلد ان انت بتحافظ على المستثمر، ومصر بلد واعده اللي بيستثمر فيها من اعلى معدلات العائد في على مستوى العالم. لو انا بتكلم على الشهادات 16 وال20% هل مستمره، وهل فعلا في اتجاه